السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخصوص قانون المساجد اللي توا مطروح باش يتعدى على مجلس التأسيسي، القانون هذايا أنا قريت عليه أشياء، معناها نشريات على الفيسبوك، وعلمت زادة وأن ميزانية وزارة الشؤون الدينية تم الترفيع فيها، عوض يتم الترفيع في وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية، جاءوا وزارة الشؤون الدينية وينسي الخادمي خادم الجهل ومصائب متاع التشدد الديني في البلاد، واللي كان قبل تجمعي بندير ولا نهضوي بندير، يعني من أزلام التجمع إلى أحضان النهضة، باش يقرب روحو عند سيد الشيخ، بس سيد الشيخ يرضى عليه، باش المتطرفين اللي في النهضة يصوتوا لشخص كما هذايا المرة الجاية، وزعيمهم سي اللوز، قالك اللوز وراء هالقانون هذايا. به أنا معروفة في الوسط المهني متاعي والاجتماعي والعائلي أنني مسلمة للنخاع. شو معناها مسلمة للنخاع؟ يعني شكون واحد مسلم موحد وما يطبقش الدين متاعه، موحد وغير على الدين، ولكن قبل عشية دبوزة وفهمت كيفاش وسكرة للصباح، يعني إني با براتيكون، أن مسلمان نون براتيكون. أنا الحمد لله يا ربي مسلمة نطبق فيما أستطيع أن أطبقه من الدين، باش ما نزكيش روحي راهو، أما اللي يعرفوني عن قرب يعرفوا إيش معناه أنا في الدين. جيل توا ولاو يعملونا إسلامي، فما إسلامي، إسلامي يعني سياسي، يعني متسيس، يعني الإسلام السياسي، بناء على إسلام سياسي. باهي سيدي برا نقولوا إسلامي، إسلامية تقدمية والحمد لله، ومش معقول باش أنا نقبل أن بلادي ترجع للوراء، وأن سلوز والخادمي ومن لف لفهم يحبوا يعملونا من المسجد مدرسة وكلية. يا نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت اللي يعني بناء المسجد النبوي، وقت اللي جعل من المسجد يعني خلية متاع تعليم أخلاقي وتربية، ما كانش فما مدارس، ما كانش فما معاهد، ما كانش فما كليات. طورت الدنيا وأصبح المسجد لا يستوعب العلوم الحياتي، بل لا يجب أن يستوعب، لأن هنالك شيء لازم نفرقوا فيه ونفهموه، وأن المسجد للروحانيات والمعاهد والكليات لعلوم الحياة. يا نعم، تصورك أنت نهار كامل ساجد، ونهار كامل تكبر، ونهار كامل تسبح، ولا تأخذ بالأسباب كيفاش باش تتطور، كيفاش باش تبني بلاد، كيفاش تتطور اقتصاديا واجتماعيا. إذا المسجد يا لوز ويا من وتفاح والبوفريوه واللي تحبوا نتوما والشورو والحوت واللي تحبوا نتوما، سبق وقلت انكم نتوما ناس خارجين التاريخ، ولا يمكنكم ينعم، لا مش باقصاره ولا لا ما نقصي حد، كان جا تفكيرك باهي مرحبا بيك، نعنقوكم بوسوك، لكن تفكيركم خارج التاريخ. تونس بدات تاسس للتعليم والدوله العصريه منذ الاستقلال، ويرجع الفضل البرقيبة واللي يحب واللي يكره في التعليم المجاني وفي تعليم البنات. الحجم متاع المسجد زي ما قلت، حجم المسجد صلاة ذكر الله ويروحوا على رواح. نحبوا أيما قلنا ناس يدعونا إلى وحدة الشعب، إلى تعليم الناس الأخلاق الإسلامية. يا وليد يفش على رواحكم في ألمانيا وفي بلجيكا وفي أقطاب العالم الغربي يطبقوا في المبادئ الإسلامية، وانتوما مسلمين بدون مبادئ إسلامية. ياسي شورو تطلعشي انتي توا إمام الأئمة، لسنا في حاجة إلى مسجد يكون هو المدرسة، مدرسة أخلاقية نعم، يتعلموا فيه القرآن فيه كتاب نعم، يذكروا فيه معناها اسم الله نعم، صلوات نعم، وما يتزايد حتى حد على دينية. وأنا الحمد لله لأني ما نكذبش بيه وما نتجرش بيه وما دخلتش بيه المجلس النواب، حتى اللي
انا كنت يعني في عهد بن علي كيفاش نتحدى في النظام ومن مسجد لمسجد نصلي. مشى بن علي جات ناس اخرى في المساجد عايفونا فيها ما عادش نمشيو. انا من الناس اللي كنت معناها مع التواجنة اللي انتم تكرهوهم هذوما جماعه نتاع الزوي و... فهمت وكل أكد متصوفين كنت مع جماعة التواجه يعرفوني التواجه فما برشا التواجه يعرفوني اللي كنت بيناتهم ومن بعد خرجت خاطر في ريت حاجات تجاوزات وحاجات متمشيش مع عقلي أنا عندي مستوى معين راه واحد مثلا فما تجاوزات في كل شيء كما فما في الدوم الفرق الصوفية فما في الأحزاب في كل مكان تجاوزات فما ناس معناها بصراحة يتصور روحه يعمل حرز معناها الدنيا مش تحل لا أنا مش نتاع تشعوذة مش نتاع سحر ومش نتاع مش معناها قلت هم يعملوا في صحن لا يعملوا يعني هكا مكتوبات ودرو شنو ويعلقوهم معناها ما نعرفش شنو يعني حاسينو كلام الحشد هذوما ما نمنش بيهم وريت تجاوزت هذيا فجبت رويحتي لان مستوايا معين ما نجمش نهبط ياسر للحفيظ معناها نعتبر هذايا تفكير يعني رجعي وتفكير معناها لا يليق معناها مش نحانا حاجة كبيرة يعني يليقش بامرأة قرات حقوق فهمت انا خرجت حقوق يعني الحقوق يعني ما نجمش يكون هكا ساذج للدرجة وأنه الحاجات هذوما يعني يمشي بيهم ولا يصدق بيهم ولا حاجة أنا مصدق كان بربي وقوة ربي سبحانه وتعالى وننعم ونمل بالصالحين ونمل بالزوية ونمشي للزوية ونقرأ في الفاتحة الزاوية يا نعم يا شورو يا لوزو يا من عشنو ولو من الناس وكل عرفتك السلفيين اللي هما عاملين سلفيين وهما حاجة أخرى معناها ملاصقين نروح مع سلفيين نمشي للزويرة فهمت وندعي يعني الصالحين ذي واحد عنده واحد فلان وفلان على دا معناها درجة كبيرة من الأخلاق تقولي الناس تحترمك الصاحب ذاك متاع سي فلان متخلق فما بالكم ربي سبحانه وتعالى فما ناس زكيهم ربي وقال صالحين فصالحين ذوما نمشيولهم نحنا مش باش نتعبدوهم نتعبدو حد رانا ما نعبدو كان ربي وما نعرف كان محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا ونحب العلم والعلم جاء في القرآن وربي خاطف يقول الألباب وأولي العقول آيات وآيات قرآنية في ذلك فمعناها المشروع ذي أنساوه ومنظرهم في مجلس التأسيسي عندما تتم مناقشة ميزانية الدولة 2014 يتم الحط من نحن مش يتم الحط به تو نقولوا يتم الحط من ميزانيه هذه وزاره الشؤون الدينيه اللي نحن اصلا نحبوا نحيوها نحن طالبين باش تنحى الوزاره هذه نتاع اللي يحبوا يتلاعبوا بها مازالوا يتلاعبوا بها يعني بمشاعر الشعب التونسي تتنحى ويولي مجلس اعلى للشيوخ ولا ما يمنيش فيهم المهم يتم انتخابهم كيما نقابه الصحفيين كيما الهيئه الوطنيه للمحامين كيما نقابه المهندسين او الاطباء باش تولي كيما هكاك عمل وزاره ويزيد فيها ودر شنو ويلعبوا معناها باقي يلعبوا معناها ناس عند تخمم كان في الكرسي وكهو ما عندكم شيء من الدين صدقني ما عندكم شيء من الدين لو فات انكم ما نجمتوش توحدوا التوانسه وفرقتوهم انتم ما تنجموش تكونوا ناس تخافوا ربي وناس تمنوا برساله محمد صلى الله عليه وسلم اي نساو حكايه المساجد الذية وباش تعملوا منها مدرسه وكليه وتزيدوا تطهروا فيها وتعشيو فيها وتبتوا فيها زاده فهمتني نحن بقات فما زواج نمشيو ونعمل انا من الناس اللي خاطر ميولاتي الدينيه من صغري ميولاتي الدينيه عملت صديق نتاعي في سيدي محرس شلاله سيدي محرس لان راجلي تابع المجموعه هذيك من جماعه سيدي محرس واضح مشينا بالتقاليد نتاع عائلتنا واستبركنا به الشيء ذايا يجيني ولدي وهو يقول لي نحب نكتب صديقي انا في بلدي نقول تفضل مش معناه يكتب في بلدي ولدي مش باهي والا كافر ولا ملحد نو كيما تحب في المسجد تفضل تحب في البلديه تفضل كيما تحب فوق السطح تفضل وضحت المساله هذيا لان قاعد ياسر معناها كلام فيها على الفيسبوك وفما ناس معناها بالطبيعه هذوما توابع وافيل شو اسمه اللوز وشورو كجماعه صاحباتي كجماعه مسكناتك اللي تعرف مخاهم خارجين التاريخ قال لك انتوما كي تقولوا لالي هالقانون هذا انتوما كفار وانتوما معناها الناس ما تحبوش الاسلام وتحاربوا الاسلام لا يا بابا الاسلام لن يحاربه احد في تونس لكن لن يتاجر به احد لن نترك من يحارب الاسلام لكن لن نترك تجار الدين يتلاعبون بمشاعر الشعب
ويضحكون علينا ويضحكون يرضقون الشعب. واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.